لكن الفوز ده يوديهم فين؟ يعني زاد طمعان في الفوز النهارده عشان هيدخلوا مربع على الذهب، انما هل من واقع اللي كابتن عمر قاله ان خبرات السنه الاولى او السنه الاولى عامه بتبقى مش سهله ابدا اهدافها حتى انك تحققها، يعني هل زاد النهارده يقدر يحتفظ بمكانه جوه المربع الذهبي؟ وهل مودرن فيوتشر يقدر يوصل للمكانه اللي هو اتعود عليها من ساعه ما صعد لممتاز انه يبقى برضه موجود في اول اربع خمس مراكز؟ بص، هو الدوافع بالنسبه لزد هو حاله الاستقرار، يعني استقرار في جدول المسابقه، ودي اللي يمكن هتبقى ظاهره. يعني مش عايز اقول هيروح للمربع الذهبي، ممكن يكون دوافع داخليه بالنسبه له ان هو يروح للمربع الذهبي، ولكن زي ما بنقول والكابتن عمر اشار طبعا ان زد من لسه سنه اولى دوري ممتاز، الدوافع ممكن بالنسبه للمدربين والحاله اللي موجوده في النادي الاستقرار ممكن يطمع ان هو يخش المربع ده، ولكن هي موضوع مش سهل. الامور هتبقى صعبه جدا، وفي منافسات بالنسبه لفرق كبيره جدا جايه من تحت. خلي بالك يعني من اسبوعين كنا بنشوف يعني زد على راس جدول المسابقه، النهارده السادس، فعايز اقول لك ان كل الجدول اللي انت باصص عليه دوت هيتحرك ويختلف. صح جدا، فهتلاقي فيه زي الكراسي الموسيقيه، هتلاقي فرق بتطلع وفرق بتنزل مع المستويات، بس المهم فرقه زد ان هي تحافظ على الاستقرار اللي هو واصل له. فكره الاستقرار والحفاظ على ان انت تعاود الانتصارات بعد سلسله مباريات فيها تراجع، ده مهم جدا. النهارده الفرقه بتكتسب واحده بواحده، النهارده الخبرات اللي بتكتسبها في الدوري الممتاز ان انت تحافظ ازاي على استقرارك، ان انت لما تخسر 3 4 مباريات تقدر ترجع تاني المباريات وتستعيد النقاط اللي انت خسرتها وتبدا تحافظ على المرحله والخطوه اللي انت اخذتها في جدول المسابقه. فعايزين نقول ان زيد عايز يحافظ على استقراره، ومنه يدخل لدوافع اللي هو بيطمعها او المدربين اللي موجودين يطمعوا لان هم يخشوا المربع الذهبي. اما فيوتشر عنده مشكله كبيره جدا بالنسبه لتدوير اللعيبه والحاله البدنيه بالنسبه للعيبه، عايز اقول ان هم فعلا استهلكوا بشكل كبير جدا سواء في الكونفدراليه او في الدوري الافريقي وفي الدوري الممتاز، وده عامل قلق كبير جدا لفرقه الكابتن تامر. وده على فكره هو ده اللي بيغير في اللعيبه كتير، يعني شفنا من مباراه سموحه ومباراه بلديه المحله تشكيلين مختلفين عن مباراه الهلال الليبي. فاعتقد ان ده هو ده الصداع، انت هتركز فين؟ هتركز في بطوله افريقيا بالنسبه لفيوتشر ولا هتشتغل في الدوري؟ هو عايز يوازن الامر ده، فبيعمل تشكيل لده وبيعمل تشكيل لده عشان يقدر يخرج من المطبات والاجهاد بالنسبه للعيبه. مش حاجه سهله اكيد، مش سهل خالص يا كريم. فاعتقد يعني هنشوف مباراه متكافئه ما بين الفريقين، فرقتين طامعين عندهم دوافع كبيره، اتنين مدربين شباب. اعتقد ان هو ده الفكر اللي المفروض في الدوري الممتاز يبقى موجود، ان يبقى فيه مدربين جديده تقدر تدينا حاجه جديده. صح. احنا بنشوف في زد وفيوتشر حاجات جديده، وعلى فكره تامر لما كان في انبي ادى بشكل مميز جدا.